للي ما سمعش جوه احنا شغلنا الموتور بتاعنا عشان نشغل البير. انا عندي هنا الاملاح 1952 وهحللها تاني عشان ابقى متاكد انا بعمل ايه. احنا فاتحين الميه هنا بقالنا اكتر من نص ساعه. طبعا احنا كده فاتحين كانه غمر بالظبط. باختصار طريقة تحاليل المية برضو ازازة نظيفة جدا وناشفة مفيهاش اي حاجة. شغلنا البير بقالنا اكتر من نص ساعة كده يعتبر غمر بقوة البير كاملة اكتر من نص ساعة. لو سايبها تنقيط يبقى على الاقل ساعة. عايز نسبة مية كبيرة، عايز اشيل كذا متر مكعب، ما ينفعش بعد 5 دقايق، ما ينفعش بعد 10 دقايق. انا شغلت غمر اهو، يعني اعتبرها غمر، يعني الحنفيه المفتوحه مفتوحه على اخرها اللي هي الاربعه بوصل. انا مش عارف ادخل جوه، تعالى يا محمد انت خش جوه وهتالي ميه نظيفه من الماسوره مباشره. دي شغاله بقالها ساعة الا ربع، اكتر من نص ساعة، ولو ساعة يبقى 100 100. بعد ما شغلناها لمدة ساعة هنملى الازازة بتاعتنا. بس كده تمام، هو لتر مية. يبقى الطريقة عشان دي الارض الزلط والحجر بتاعتنا اللي هنعملها بولونيا، هنزرعها بولونيا في شهر 5 اللي جاي. وده الايراد اللي اتفقنا الايراد اللي احنا اتفقنا هنحط فيه 6 انواع، سواء القدام سواء الجداد سواء المهجنين سواء الاصليين. الصنف اللي بيتباع عند الناس اللي مش عندي هجيبه، اللي يقال عليه انه استرالي. هما مره قالوا اورجانزا، مره قالوا استرالي، مره قالوا 26، انا بصراحه ما اعرفش اسمه ايه. انا جبته، ادي نوع الكواكامي، ادي نوع التيمنتوسا بتاعنا، ادي نوع. اقفل يا محمد اقفل. التيمنتوسا بتاعنا ادي نوع، والاولونجاتا اللي بنقول ان هو مناسب للاجواء البرد ادي نوع، والشانتونج وال 9501 اللي احنا قلنا مهجنين من التومنتوسا والفورتوني، المفروض ان هم بيقولوا اعلى. الايراد ده اللي هنرويه غمر وهنركب الجهاز المغناطيسي هنا، هيبقى فيه 6 اصناف دول: اولونجاتا، كواكامي، استرالي، تومنتوسا، شانتونج، 9501، ونشوفهم بقى على الطبيعه. هيبقوا يتعاملوا نفس المعاملة ونفس المية ونفس الأرض ونفس كل حاجة. هنشوف هل أنهم أفضلهم، أنهي أحسنهم، أنهي اللي قافل، اللي بيقفل تماما، وأنهي معدل نموته أعلى، لأن أهم حاجة ما في الموضوع ده معدلات النمو. يبقى احنا هنقولها للمرة الأخيرة، عشان أحلل المية بشغل البير بتاعي لمدة ساعة. ساعة مية طالعة بقوتها تدفقها، وبعد الساعة بملى لتر ازازة لتر نظيفة جدا وجيدة جدا زي ما شفنا. للمرة العاشرة ده الايراد بتاعنا. ده المشروع بتاعنا، مشروع باولونيا وادي الرشراش. المولد اللي بيوصل لنا الكهرباء تحت كنا مشغلينه،
اللوحة بتاعت البير، البير نفسه. هنيجي هنا هنشوف بقى هنعرف نركب هنا ولا هنركب بره. هنركب جهاز مغناطيسي، هنركبه برضو مع بعض في شهر 3. احنا دلوقتي هنحلل التربة للمرة التانية، هنحلل المية للمرة التانية عشان نعرف ملوحتها قد ايه. انا عارف ان ملوحتها 1952 بالظبط المرة اللي فاتت. انا عايز بقى الملوحة وكل حاجة، واهم حاجة الصوديوم المضمص. الصوديوم المضمص ده لو فوق التسعة للأسف لما انا احط علاج او احط سماد الزلة ما بياخدوش، لو اقل من تسعة، لو 8 يبقى بعالجه بحاجة بسيطة، لو بسبعة بعالجه بحاجة ابسط، لو 3 او 4 او 5 يبقى جيد جدا ومية مية، وهيسيب الزرع يمتص اي سماد انا هحطه. شكرا ليكم. ده الايراد بتاعنا اللي هنعمل فيه جميع انواع البولونيا، وده البير بتاعنا اللي هنركب فيه جهاز مغناطيسي مع بعض، وهيجي المركز القومي للبحوث يشرف عليه عشان يقول لنا الجهاز ده فعلا خلى الميه مفيدة للزرع ولا لا. مع السلامة.